والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. وميرنا إيهاب، أهلا بك. شكرا لكما محمد وصحر، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي مع بداية العام المقبل 2023. وأوضح المركز الإعلامي استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبلغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية. يواصل معرض صنع في دمياط للأثاث فعاليات في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، ويضم المعرض 74 عارضا لعرض مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطية ذي السمعة العالمية. يستمر العشرات من أصحاب مصانع وورش الآثاث بمحافظة دمياط في عرض منتجاتهم من الأخشاب الطبيعية في تصميمات تراثية وعصرية أمام سكان القاهرة الكبرى بمعرض صنع في دمياط للآثاث في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر. بالنسبة للمميزات، هنا المكان فوق الوصف بكتير جدا بالنسبة للعرض والعارضين والإدارة بتاعة المعرض، ناس محترمة جدا بيتحدى الصعاب كلها عشان يريحونا في العرض. بالنسبة للتسويق، التسويق هنا محترم جدا، واحنا من ناحيتنا بنعمل عروض كل فترة، واحنا نازلين بنعمل عروض عشان ننشط عملية التسويق بالنسبة للمنتجات بتاعتنا في دمياط. احنا بنعمل احلى جودة واحلى حاجة، يعني انت لو صورت حضرتك الموبيليا شغل بسم الله ما شاء الله، خشب زان روماني مبخر، خد بال حضرتك، وبنصدر بره كمان السعودية الامارات، اخد بال حضرتك، شغل على مستوى يعني الحمد لله فضل الله من عند ربنا ان شاء الله. جبنا شغل مصانعنا في القاهره، يعني جبنا المنتج لما لحد لما هنا لما المكان، يعني وصلنا للعميل تمام. احنا جايبين شغل للمصنع وبنبيع بسعر تكلفه عشان نحقق مبيعات اكتر، بالاضافه للمبيعات احنا عاطين جوده ممتازه جدا. المعرض في نسخته 16 منذ 2016 ودورته الثالثة هذا العام يضم 74 عارضا لعرض مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطي الفاخر ذي السمعة العالمية، مثل غرف النوم والصالونات وغرف المعيشة، وسط تخفيضات وعروض مختلفة وأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري. الشغل الدمياطي طبعا لا يعلى عليه في مصر، احنا نسمع عنه كويس جدا يعني، فحبينا بقى بدل ما بنسافر ناخد المشوار ده كله، لا نيجي هنا بقى نتفرج ونشوف. وانا بسم الله ما شاء الله شايف في خامات حلوه جدا وفي موديلات ممتازه جدا، موديلات جميله متنوعه، الاسعار معقوله جدا بالنسبه اللي احنا بنشوفه بره، الاسعار جميله جدا، الخشب متين، كل حاجه فيها جميله. وياتي تنظيم معرض صنع في دمياط للاثاث في اطار التنسيق والتعاون بين جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر ومحافظه دمياط، ويفتح المعرض ابوابه للزوار من 10 صباحا للعاشرة مساء وحتى 17 من ديسمبر. إذن هي مجهودات لا تتوقف من الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية للنهوض بقطاع الآثاث، مما يساعد على توفير فرص عمل وفتح آفاق تسويقية جديدة داخليا وخارجيا. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. تبدأ وزارة التنمية المحلية غدا نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحلة العامة ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية. القانون يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية. Thank you.
في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى 1798.40 دولارا للأوقية، ومحليا سجل عيار 18 نحو 1457 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1700 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1947 جنيها، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 13600 جنيها. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط مع تسجيل خام برنت والخام الأمريكية أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة أشهر، وذلك وسط مخاوف متنامية من الركود. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو يقدر ب 0.7% إلى 76.10 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 62% ليصل إلى 71.2 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى له في عام 2022. وكذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.33% لتصل إلى 2.81 دولار للتر. وفي المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعية بنسبة 4.75% لتسجل 6.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال مسؤولون أمريكيون أن الفرق المختصة أوشكت على احتواء تسرب نفطي من خط أنابيب كاستن بلغ حجمه 588 ألف برميل من النفط الخام في مجرى مائي. وإذا صحت التقديرات سيكون ذلك أكبر تسرب للنفط الخام في الولايات المتحدة منذ عام 2013 وفق منظمة Pipeline Safety Trust المختصة بسلامة خطوط الأنابيب. وأيضا ستكون انعكاسات الحديثة على سوق الطاقة مرهونة بمدة وقف الإمدادات من الخط الذي ينقل النفط أيضا إلى ولاية أوكلاهوما، حيث يتم التداول بنفط غرب تكساس الوسيط وهو الخام المرجعي الأمريكي. توقعت الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات نمو مبيعات السيارات في الصين بنسبة 3% فقط، وذلك في عام 2023 تصل إلى 27.6 مليون سيارة. وتوقعت الرابطة تعرض القطاع لضغوط نزولية العام المقبل، بما في ذلك تباطؤ انتعاش ثقة المستهلك بعد انتهاء أجل الحوافز الحكومية المرتبطة بفيروس كورونا في نهاية عام 2022. وقالت الرابطة إنه من المرجح أن تنمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة تقدر ب 35% لتصل إلى 9 ملايين سيارة. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة إليكم مرة أخرى محمد وسحر.